بونجور ا توس بيانفيني دان نوفي الفيديو معكم سوفي الكمير فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديالي ما تنساش دير ابوني. الا كنتي ديجا ابوني كنقول لك ميرسي بوكو. فهاد الفيديو غادي يكون فيديو اللي هو خاصك تشوفيه ضروري ولا بد اللي هو في شامل الهيستولوجي. فغنديروا ليكزيرسيس يعني كاع ليكزيرسيس اللي غادي تلقاهم في الهيستولوجي فغادي نديروهم هنا في هاد يعني في هاد الفيديو. فغنديروا ان شاء الله الهيستولوجي كامله. فكيف ما كتشوفوا ان الهيستولوجي راه حطيت لكم لي كور ولكن بقات ناقصاكم شي حوايج انهم في لي كور كيف ما شفتوا راه كتلقاهم في لي زيكزام مثلا بعض لي ديفينيسيون شلا حوايج وما كتعرفوش ان الهيستولوجي كيفاش كتحط وشنو كيتحط وبعض الرسومات بعض الاشكال كيتحطوا لكم. فهاد الفيديو راه غادي الا ما كنتيش يعني فاهم الهيستولوجي فحاول هادشي كامل كتبو يعني هادشي اما سكريني الفيديو بحال هكا لصق هادو كاملين شدهم عندك. المهم هاد لي بي دي اف راه شامل الهيستولوجي كامله غير انا ما بغيتيش تفهم. فكيف ما شفنا انه في لي بي تي يوم نبداو باول حاجه كنا ان في لي بي تي يوم كنا شفنا لي تي سي اي بي تي يوم لي تي سي كونجونكتيف لي تي سي نيرفو يعني شفنا كاع لي تي سي اللي غادي نحتاجو في يعني في السيمستر اس ان اس في تي اي. فعندنا قلنا اربعه لي تي سيات وكاين تي سي سونغوين وتي سي هادو كيكونوا كاردياك وكشي كيكونوا يعني ثانويين كيكونوا مع لي تي سي. فهذوك ما درتهمش لكم فغتلقاوهم في هاد التمارين هنا يعني اي حاجه ما درتهاش معكم فغتلقاوها ان شاء الله هنا. بالنسبه بدينا باول حاجه هو لي بي تي يوم شفنا كنا شفنا لي بي تي يوم جوج عندنا جوج الانواع ومن بينهم فعندنا لي بي تي يوم غلونديلار. لي بي تي يوم غلونديلار كنت رسمت لكم شي اشكال الدراري ياك عقلتوا على هادشي راه رجعتوا للفيديو ديال الهيستولوجي غتلقاو هاد الاشكال. فهاد الاشكال هما جاتهم لكم هنا يعني مثلا الى حطوهم لكم في لي زيكزام فغتحاول تهاد شنو هادي شنو كتعني هادي لهنا. هادي مثلا هادي ها هي بالنسبه لهادي راه هي فهي سيكريسيون ديفيرسي دون لو ميليو اكسترن يعني هذاك الشيء شفناه اللي كيكون على طريقه وكيكون الاخراج. وعندنا هنا عاوتاني كذلك كابيلير سانغوين سانغوين هي هادي الدراري ماشي هادي مابغاتش تبان لينا فهي الدراري كما كتشوفوا. فعندنا كابيلير سانغوين وهذا عندنا كما كتشوفوا هرمون سيكريتي دون لو سون وهذا كما قلت لكم انه كاين غلوند اندوكرين وهذا غلوند اكزوكرين. فالفرق بيناتهم راه باين يعني شي حاجه بسيطه. انا غير بغيت ندير لكم هذا غابيل غير بوحديتو عاد غندوزو ليكزيرسيس اللي هما هذا غير بغيت نوريه لكم صراحه. ليكزيرسيس هما اللي خاصكم تعرفوهم انا غنوريكم ليكزيرسيس دابا الدراري. الدراري نبداو بليكزيرسيس الاولى اللي هي هذه. قال لك parmi les propositions suivantes concernant les épithéliomes indiqués celles qui sont exactes يعني شنو هو الجواب اللي صحيح 100%. فعندنا اول حاجه كما كتشوفوا عندنا ليبيتيوم اي ان تي سي فاسكولاريزي فهذه سي فو. فعندنا بطبيعه الحال غادي نحاول انتم كتحاولوا تقراوهم حيت الا درت غيكون الفيديو طويل لحقاش عندنا اكثر من 10 ليكزيرسيس ولا 12 يعني غنحاول نعطيكم غير الجواب الصحيح فيهم. فبالنسبه للي تي سي اي بي تي يوم الدراري فعندنا السي هي اللي صحيحه. لي بي تي يوم دو ريفيتمون بوت كومبورتي دي سيلول غلاندولار ايزولي فهذه صحيحه. وعندنا كذلك دي حتى هي صحيحه. لي بي تي يوم اي كومبوزي دي سيلول جوانتيف روبوزون سور اون لام بازال. فهاد لام بازال راه كنت ديرها ديجا رسمت لكم داك الشيء وريتكم لام بازال في كاينه وداك الشيء. المهم راه اللي خاطئين عندنا بي اي دي لا عفوا عندنا بي و ا و او فهما لي خاطئين اللي هما لي فو. هنا ما قالش لك جوستيفي ولكن كون قالنا جوستيفي غادي نحاولوا نجوستيفيو. فعندنا ليكزيرسيس الثاني هذا الدراري اللي عندنا فيه جوستيفيكاسيون يعني قال لك شو واش صحيح الا كانت فو دير جوستيفيكاسيون الا كانت فغي يعني بلا ما دير جوستيفي. فعندنا بالنسبه للكيسيون الاولى الجواب الكيسيون الاول عفوا قال لك توت لي بيتيون غلاندولار سيكريتون لو برودوي دون لو فيسو سانغوين فهادي فو يعني راه تقدر تصححها غير راسك بلا ما نديرو جوستيفيكاسيون يعني في بلاصه ان توت لي بيتيون غلاندولار غدير تو يعني غدير لي بيتيون غلاندولار اندوكرين يعني ماشي كاع لي بيتيون. فغنشوفو جوستيفيكاسيون الدراري وعندنا لي بيتيون غلاندولار اندوكرين سيكريتون لو برودوي بار لان لانترميديير دون كانال فحتى هادي فوا الدراري وغنشوفو جوستيفيكاسيون بطبيعه الحال. فإلا بغيتو مثلا تصحح راسك بلا ما دير جوستيفيكاسيون الدراري فلي بيتيون غلوندولار ماشي اندوكرين اللي هي اللي كتسيكريتي لينا فا اكزوكرين طبيعه الحال. ف يعني فهادشي درناه فماشي
اللي كتخرج لينا كتكون هي لوندوكرين، فكتكون اكزوكرين لو برودوي باغ ليميتي لانترميديير دان كانال. فجستيفيكاسيون الدراري انا نخلي لكم هنا، يعني الا بغيت نقلوهم فهذا هما الجستيفيكاسيون، فكما كتشوفوا فهذا هو الجستيفيكاسيون. وراه داكشي اللي قلت لكم على شي حاجه بسيطه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. الا قلت لكم على حقاش لا كيف قلت لكم قبيله، فهاد الفيديو راه مهم ومهم بزاف باش تعرفوه، يعني مهم خاصكم تبارطاجيو ماكسيموم، يعني باش بنادم كاني مازال حاصل في الهيستولوجي فغيكون ان شاء الله غير الفاليداسيون. وهذا بطبيعه الحال واحد الكيسيون اللي قال لك لاكيل دو سي غلوند اكزوكرين. فبالنسبه هذه هاد الكيسيون فالجواب ديالها هو بي لي غلوند سيدو ريبار، هو الجواب الصحيح فيها. ونشوفوا كذلك بعض الكيسيون اللي مازال. وبالنسبه للكيسيون الدراري دابا وصلنا للكيسيون اللي الكيسيون اللي كتلقاوهم في لي زيكزام، وهذا الشيء اللي غتلقاوه. علاش قلت لكم خاصكم تركزوا على الاشكال مزيان؟ دابا الاشكال انا جبتهم لكم هنا بالكيسيون ديالهم. علاش قلت لكم هذا الفيديو راه مهم؟ بالنسبه ليكزيرسيس واحد قال لك ايدونتيفي لو تيسي دو فيغور 1 اون ريبوندي او كيسيون دو طابلو 1. هاد طابلو 1 قال لك واش هاد التيسو هذا، قال لك لي سيلول اوبسيرفي سون الي جوست جوست ابوزي. فبالنسبه لك راه شفنا هاد لي سيلول اللي كيكونوا جوست ابوزي، كنا كيكونوا وحده حده وحده، راه ديجا شفناهم يعني كيف ما كتشوفوا هنا. ها هما حاجه حده حاجه ديجا وريتهم لكم مزيان، يعني مزيان في هادو. فا اما واش وي ولا نو، فبطبيعه الحال غتكون وي، فهي صحيحه يعني وي. وبالنسبه للدراري الكيستيون اللي من بعد الثانيه قال لك لي سيلول باردون اي نو كافيتي انترن او اكسترن، يعني جو بونس فبالنسبه للكيستيون الثانيه كذلك حتى هي فغي يعني وي، يعني ما تقولش لي نو. وعندنا الدراري هنا قال لك هنا il s'agit d'un tissu، واش هاد التيسي اش من تيسو هذا، يعني هاد التيسي راه ديجا وريتو لكم اصلا نتوما كنتو عارفينه، وباش رسمت لكم هذوك العيبات في لي تيسي وقلت لكم هنا كيكونوا جيست ابوزي وداك التخربيق. المهم هذاك الشيء راه ديجا نتوما عارفينه في هاد الشكل، يعني ديال اش هاد التيسي. فغنعطيكم ثاني انكم تجاوبوا تعرفوا اش من تيسي، فاش يعني باش تحاولوا تعرفوا. فبالنسبه لهاد التيسي الدراري فهو ايبيتيليال، يعني فرا ماشي كونجونكتيف وماشي موسكولار. ايبيتيليال اللي قلت لكم هذوك العيبات انهم كيكونوا فيهم لي سيلول جيكستابوزي، يعني وحده وحده وحده. فما ديوش على الشرح ديالي فما كنقدرش نهضر حيت مريت شي شويه. المهم غنحاول نكمل معكم هذا الشيء. فعندنا ايبيتيليال، وكذلك بالنسبه هاد قال لك السؤال هذا il s'agit d'un tissu، فواش هو بلو ريستراتيفي ولا يوني ستراتيفي. فهاد الكيسيون ما درتهاش لكم. المهم فهاد اللي كيكون لي تيسي اي بي تي يون فهو يوني ستراتيفي. حاولوا تقيدوا هاد الكيسيون راه مهمين بزاف والله. المهم نشوفوا اللي من بعد قال لك il s'agit d'un type، اش من نوع كينتمي ليه، واش هو كوبيك سيلندريك با في مونتو. فهاد لك الى رجعتوا للفيديو راه غتلقاو انني شنو قلت لكم، انا قلت لكم فهو عباره عن كيكون سيلندري كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو، ها هو يعني سيلندري. شوفوا ليكزيرسيس اللي من بعد الدراري، واخا غيكون الفيديو طويل المهم خاصكم تفهموا وتتهناو من الهيستولوجي، وما تنساوناش بالدعاء الله يجازيكم بخير. فبالنسبه ليكزيرسيس الدراري الثانيه اللي هو هذا قال لك لي جون لا كوب دو لا تي سي اي بي تي يوم كي لي ساغول دو اكس، شنو هو الدور ديال هاد اكس، هاد المنطقه هادي اللي في اكس هنا. فالدراري فهاد الكيستيون راه تري امبورطون، يعني راه فايته محطوطه جو بونس في لا فاك ديال كازابلانكا العام اللي فات جو بونس، وغتلقاوها حتى في البي سي جي، يعني هاد يعني هاد البي دي اف راه صالح للبي سي جي اف تي، يعني جميع المستويات هو اصلا يعني شامل ديال كلشي. المهم فكيف ما كتشوفوا هاد التيسي راه نتوما دابا وليتو كتعرفوا الفرق ما بين لي تيسي اون كونجونكتيف و تيسي اي بي تيوم وداكشي. فالتيسي راه بطبيعة الحال هو تيسي اي بي تيوم. لحقاش علاش تيسي اي بي تيوم؟ حنا قلنا ان في يعني في تيسي اي بي تيوم كيكون هنايا في التحت ديالو كنلقاو يعني واحد المومبران دو بازال، ولكن التحت ديالو هنا في ما كنتش ديجا رسمته لكم، يعني هنا التحت كيكون في الفلاش ديالو كيكون لي تيسي كونجونكتيف كيكون التحت. فهنا قالك الدراري عطيني لي جوند وداكشي. المهم شوفوا هاد البلاصة اللي فيها اللي قالك يعني هاد اكس وشنو هو الدور ديال اكس، يعني هاد البلاصه شنو سميتها ديال اكس ونعطو الدور ديالها. يعني هاد البلاصه فهي سيلول كاليسي فورم، والدور ديالها الدراري فهو السيكريسيون يعني الاخراج بطبيعه الحال. ونشوفوا كذلك هنا هاد البلاصه، يعني هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هادي ما بين يعني ما بين هاد اللون جو بونس الوردي
مع هاد الشيء اللي تحت، يعني هاد البلاصه اللي بالزرق، يعني هاد البلايصه فسميتها الدراري، يعني راه ديجا كنا قلناها، فهي سميتها لالام بازان. وبالنسبه للدراري هاد التحتاني فهو قلنا ديجا قلنا تيسي كونجونكتيف، والعنوان بطبيعه الحال فهو تيسي ايبيتيوم سيلاندريك، يعني تيسي ايبيتيوم سيلاندريك، يعني العنوان ديالها فهو يعني تيسي ايبيتيوم سيلاندريك بسيدو ستراتيفيي دي فوا دو ريسبيراتوار. ونشوفوا كذلك هذاك الشيء اللي بقى لينا الدراري باش نحاولوا نكملوا. فندوزو كذلك الدراري ليكزيرسيس 4 اللي هو تري امبورطون ومهم حتى هو. قال لك بورتي لا لي جون من 1 حتى ل 4 سيغ لا كوب هيستولوجيك سي دي سي. يعني فعندنا الدراري هنايا هادو، يعني هادو هما المكونات اللي عطاونا هاد الواحد، يعني غنحاولوا نعمروا بهم هاد يعني هاد الشكل ديالنا. الا شفنا ان يعني هاد البلاصه هاد الاولى هادي هي رقم واحد، يعني هادي فشنو غنسميوها الدراري؟ فهادي هي اللي وريتكم قبيله، يعني هذا غير متني، فهذه هي المومبران بازال. وهذا اللي كيكون لتحت يعني مفرش فهو لي تيسي كونجونكتيف. وهنا كذلك الدراري هنا في هذه البلاصه هذه هنا، فهادو هما لي سيلول بريسماتيك اللي هما هادو هما عطاونا في رقم 3 هنا، غنكتبوهم هنا رقم 3. ورقم 4 الدراري اللي هو نويو دو لا سيلول بريسماتيك اللي هو رقم 4. ورقم 5 الدراري هو كابيلير سانغوين اللي هو هذا كابيلير سانغوين، يعني هاد البلاصه هاد. نتمنى يكون يبان لكم هادشي، وبطبيعه الحال راه لو تيتخ باين ليكم الدراري. شوفوا الدراري بالنسبه ليكزيرسيس 5 كذلك قال لك كونسيرنون لا ميكروغرافي شيماتيز سي دي سي اون، يعني عندنا اون نوار اي بلون، فعندنا هاد الشكل هذا. هنا قال لك هاد الشكل ديال لي تي سي، فعندنا واش هو ايل ساجي دان ميكوز فهادي فوق، وعندنا واش هو لي بيتيوم بافيمونتو، هذا ماشي بيتيوم بافيمونتو فحتى هو خطا. ولكن الدراري الى شفتوا بالنسبه ل ا الاقتراح ا ايل ساجي دان ميكوز، واش صحيحه ولا ما صحيحاش؟ فهي بطبيعه الحال فهي فغي. وبالنسبه للكيستيون يعني سي يعني بي خاطئه، عندنا فغي فهي ا، وعندنا سي سور سوشيما اون فوا دي سيلول كاليسيفورم فهي تا هي فغي، وعندنا كذلك دي حتى هي فغي سيغ سوشيما اون فوا دي سيل، يعني عندنا دي سيل راه ديجا شرحنا شنو هما لي سيل. بالنسبه ليكزيرسيس 6 الدراري فليكزيرسيس 6 حتى هو مهم، فكيف ما كتشوفوا ها هو عندنا هاد الشكل وعندنا هاد الشكل. لحقاش فيما كتشوفوا الا شفتوا لي زيكزام ديالكم راه غادي تلقاو الاشكال ديالكم بحال هكا، ويعطوكم يعني لي ليجوند بطبيعه الحال، الا بعد لي فاكولتي اللي قلت لكم كتحط عباره عن كسي ام. فبالنسبه للهيستولوجي راه ضروري غتلقى الاشكال. قال لك دو كيل تيسي ساجيتيل دوني لا ليجون، هاد شنو هو التيسي اللي كنهضروا عليه الدراري، وعطيني لا ليجون ديالو. بالنسبه لا ليجون فغنحاول نعمرها معاكم ونعطيكم النوع. فهذا هو الكوريج ديال ليكزيرسيس 6 الدراري، ها هو جبتو لكم هنا، هذا هو الكوريج. فعندنا هنا كيف ما كتشوفوا هاد البلاصه هي تيسي كونجونكتيف، نتمنى يكون يبان لكم هاد الشيء، يعني لحقاش راه التليفون ما كيبينش مزيان. المهم هذا عندنا هنا بيتيت، هنا كانال اكستيريور الى غير ذلك، هنا نويو هنا. فالسميه ديالو فهو غلوند اكزوكرين ميكوز دو لوسوفاج، فهو بليس يعني اكس فوا 200، يعني التكبير ديالو واش كبرناه. هنا هما الاشكال ديالو كما كتشوفوا هنا وهنا كذلك وهنا كذلك. المهم هذا هو الشكل ديالو، وهذا هما لي ليجوند والسميه ديالو. فالدراري سالينا من دابا من لي تيسي ايبيتيوم، فغندخلو دابا لي تيسي كونجونكتيف، يعني ليكزيرسيس ديال لي تيسي ايبيتيوم فساليناهم، فغندخلو لي تيسي كونجونكتيف اللي غندير واحد الغابيل بسيطة. فلي تيسي كونجونكتيف الدراري كيما كتشوفو ها هو كيما كيكون الشكل ديالو كيفاش داير. هادو قراو هاد لي غابيل ضروري تقراوهم، لي تيسي كونجونكتيف اي بلي امبوندون دي كاتر تيب دو تيسي كا كوربوغيل. المهم هادشي حاولوا تقراوه، انا جرت لكم هاد لي غابيل باش حنا بلي نديرو لي زيكزيرسيس غتحاولوا نتوما تكونوا فاهمين يعني الدرس. وكذلك تشوفوا هاد لي غابيل كذلك هنا بطبيعه الحال ديال لي تيسي كونجونكتيف بطبيعه الحال نيت، ها هما لي غابيل فكيكون عندهم يعني لي فيبغ الكولاجين ريتيكولين الاستين الى غير ذلك لا سيبستانس فوندامونتال. المهم نتوما هادو لي غابيل حاولوا تركزوا عليهم شويه، لحقاش يعني قلت لكم كما قلت لكم في هاد الفيديو راه غادي يكون شامل. نبداو بالاكزيرسيس الاولى الدراري في لي تيسي يعني اللي شفنا دابا. فبالنسبه هنا قال لك ايدونتيفي لي ديفيرونت سيلول دو تيسي سانغوين إليستري
سي دو سي، يعني كيفما شفتوا انا ما درتش معكم لي تيسي سونغوين، يعني فيكون كيكون يعني ثانوي، فغادي نديروا ليكزيرسيس ديالو بطبيعه الحال غتفهموا كل شيء. فعطاونا هذه الاشكال هنا، فغادي نتوما غتحاولوا تحطوا غير كل واحد في بلاصتو كيفما كتعرفوا. فهنايا عندنا هما حاطين لنا هنا كاتبين البلازما، دونك هادو شنو هما؟ فهادو هما هاد رقم جوج، يعني هما بولينوكليير نيتروفيل، يعني غتكتبوا رقم جوج غتكتبوه هنا هنا في هاد البلاصه. هنا الدراري في هاد البلاصه هادي شنو هي؟ ها هو هاد الخطيط هذا من هادي شنو هي دي مدورين عليها هنا؟ فهادي هي رقم واحد، هي هادي لا بلاكيت، هي لا بلاكيت، حاولوا تعقلوا عليها هنا. وهاد الدواره الكبيره هادي شنو هي؟ يعني هاد الدواره الكبيره شنو هي؟ فهي رقم ثلاثة الدراري، هو الموني عفوا الموني سي مونوسيت، هو المونوسيت. وبالنسبه لهنا الدراري هاد البلاصه هاد الدواره هادي اللي هنا ها هي هنا، فهي رقم شمن من الرقم هادي؟ فهي رقم أربعة، هي ليمفوسيت، هي رقم أربعة. وي جو بونس هنا هاد الأخيرة اللي بقات لينا هي رقم خمسة الدراري، اللي هي غلوبول غوج، الكريات الحمراء هي هادي. المهم هادي هي الشكل ديال هذا وعمرناها هو هنا. المهم شوفوا ليكزيرسيس من بعد هذا. فالدراري بالنسبه لهاد الكيسيون لهذا اللي غنعمروا فيها الطابلو، فراها ما بيناش لكم لحقاش كما كتشوفوا هنا، هنا مدرك لكم شي حاجه هنا، فانا غادي نحاول نمليها عليكم الدراري. قال لك ديكريغ شاكان دي سيلو سانغوين اي يوتيليزون لي كريتير سويفون، يعني ها هي لي كريتير سويفون. فعندنا نويو تري لوبي، عندنا نويو بيلوبي، ابسونس دو نويو. المهم هادو غنحاولوا نعمرهم في هذا الشيء، يعني عندنا ها لي سيلول ولي كريتير ديالهم هنا، يعني نكتبوا لي كريتير في هذا المكان هنا. المهم نحاول نعمرها معاكم. بالنسبه للاولى الدراري، فعندنا بالنسبه للجلوبال الجلوبال غوج، فهي بالنسبه للجلوبال غوج الدراري الا شفتوا في هادو اللي هنا في هاد لي كريتير اللي عطاونا، فراه هي ابسون دو نويو، يعني فهي ما فيهاش النويو. وبالنسبه لهاد المونوسيت، المونوسيت الدراري فهو عطاوكم هاد، يعني هاد هاد الجواب هو صحيح، اللي هو نويو افير اشوفال. بالنسبه للكيستيون ثلاثة اللي هو هنا هذا الدراري، هاد ليمفوسيت، هاد ليمفوسيت فشنو هو الكريتير ديالو اللي غيكون صحيح؟ فكما قلت لكم هنا ليمفوسيت، لحقنا ليمفوسيت شنو هو يعني اللي غتكون عندنا فيه صحيحة؟ فهو بطبيعة الحال فهو نويو هاد، يعني هاد الكريتير نويو اوكيب توت لا سيلول، توت لا سيلول بطبيعة الحال توت لا سيلول مونو نوكليي. وعندنا كذلك نيتروفيل، شنو هو النيتروفيل الدراري؟ فبالنسبه للنيتروفيل فهو كتكون عندنا يعني نويو، نويو بطبيعه الحال اول حاجه عندنا نويو تريلوبي اللي هو هذا النيتروفيل. وبالنسبه لايوسينوفيل، ايوسينوفيل الدراري فهو كتكون عندنا نويو كذلك، ولكن ما كتكونش يعني تخي لوبي، فكتكون نويو بي لوبي. وعندنا اخر حاجه هي البلاكيت. بالنسبه للبلاكيت الدراري، فاذا شفتوا هنا اين هما اللي بقات لكم، يعني اين هما اللي ما درناهمش حنا، درنا هادي نويو دي بري، شنو اللي بقات لنا يعني هنايا في لي كريتير؟ فكيف ما كتشوفوا هنا عندنا دي بري سيلولار، فهي الصحيحه اللي غنديروا في هادي، ولا فراغمون سيلولار هي هادي البلاكيت. المهم سالينا هاد لي كيسيون هادو، نشوفو لي كيسيون لي مازال، غير واخا غادي يكون الفيديو طويل بزاف. فبالنسبة لكيسيون 10 الدراري، فهو عطيتو ليكم بالكوريج ديريكتومون، بغاك دوني لي فونكسيون دو شاكان دي سيلول سانغوين، يعني هادو يعني حاولو تحفظوهم الدراري، يعني كل سيلول والفونكسيون ديالها. فبالنسبة للجلوبيل غوج راه الفونكسيون ديالها معروفة، بالنسبة مونوسيت لانفوسيت نيتروفيل يوزو ايوزي نوفيل هي اللي شفنا دابا، والبلاكيت فهادو هما لي فونكسيون ديالهم، حاولوا تقيدوهم الدراري. فعندنا التيدي الثالث كيف ما كتشوفوا البارتي الثانيه، قال لك ليكزيرسيس لي تيسي سي دو سي اون اوكيب هيستولوجيك دان تيسي كونجونكتيف دو كيل تيب ساجيتيل جوستيفي، شمن النوع هذا في تيسي كونجونكتيف؟ يعني كيف ما شفنا ان في تيسي كونجونكتيف عندنا تيسي كونجونكتيف لاش، تيسي كونجونكتيف فيبرو لونس، تيسي كونجونكتيف الاستيك. المهم اش من النوع هذا؟ فهذا الا شفتو مزيان ورجعتو يعني للكور اللي ديجا درت، فراه غادي تلقاو هذا النوع هذا ديال لي تيسي، فهو تيسي كونجونكتيف فيبرو دونس، يعني راه فيه لي فيبر هما كيما كتشوفو فيهم لي فيبر، دوك لي فيبر بحال الالياف، فيه لي الياف، هذا هو تيسي كونجونكتيف فيبرو دونس.
مثلا هنا قالوا لك واحد جوستيفي لحقاش كيتوفر لنا على الالياف، هذا هو جوستيفي. ولا مثلا انا قلت لي ولا قول لي مثلا يعني فغتقول لي عندنا اون اوبسيرف عندنا بلوس دو يعني دو فيبر دو كولاجين وعندنا كذلك لو سبستانس فوندامونتال. المهم هذا هو الكوريج يعني كما تقول لي في جوستيفيكاسيون. المهم انت راك تبقى تعبر على راس يعني راني قلت لكم بالعربيه انت تحاول تعبر عليها يعني باش ما بغيتي باش تعقل عليها. ها كذلك عاوتاني الرسم هذا راه هذا الشكل اللي غتلقاوه في لي زيكزام، يعني اي اكزام فغتلقاه في هذا الشكل بحال هكا. قال كونسيرنون لو تيسي سي دو سي كي لي لا بروبوزيسيون اكزات، شنو هي البروبوزيسيون لي اكزات يعني صحيحه 100%. عندنا الاولى واش هو ان تي سي ان تي سي ايبيتيال ان تي سي ميسكولار ولا ان تي سي اديبو ولا ان تي سي نيرفو ولا ان تي سي اوزو. الا شفتو مزيان فهذا راه هو لا تي سي اديبو، يعني لا كيسيون يعني الجواب الصحيح هو سي لا تي سي اديبو. بالنسبه ليكزيرسيس 3 الدراري قال لك لا فوتوغرافي سي دو سي ايلوستر ليسبيكت هيستولوجيك دان دي تي سي دو لورغانيزم بارمي لي كاركتيريستيك سويفون لاكيل لاكيل يعني سابليكي اسو اسو تي سي. يعني من بين هاد هاد الكاركتير اللي معطيين هاد هنايا هادو كما كتشوفوا هاد يعني هاد ا اي بي اس سي اي دي الى غير ذلك، فشكون هي يعني اللي صحيحه؟ فكيف ما كتشوفوا فعندنا بالنسبه لك ا قال لك سيتيون فاريتي دو تيسي كونجونكتيف، فهذه فغي يعني صحيحه فهو يعني واحد الفاريتي من لي تيسي كونجونكتيف. وكذلك بي هي صحيحه اي الكومبوزي دان سول تيب سيلولار وبشبه السي اي لي تري ريش اون فيبر دو ريتيكول ريتيكولين فهذه فو. ودي كذلك اي الفاسكولاريزي فهي فو، يعني كما حنا شفنا ان في تيسي كونجونكتيف ماشي فاسكولاريزي. و هذه اي دي بوفري دو نيرف فهذه او حتى هي صحيحه. المهم هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا، يعني غندير واحد الغابيل الدري ديال تيسي اوزو. فهاد الشيء كما قلت لكم اي تيسي ما درتوش معكم في هذوك يعني في لي كور فغادي نلقاوه ان شاء الله هنا. فهذا هو لو تيسي اوزو، حاولوا تشوفوه مزيان وتسكانيو عندكم مثلا تخرجوه بي دي اف ولا شي حاجه. المهم نتوما خصكم تكونوا عارفين اي تيسي يعني واش الشكل ديالو. المهم شاو نبداو دابا في لي زيكزيرسيس اللي غيتحطوا لكم في لي تيسي اوزو، واخا يكون الفيديو طويل بزاف غير سمحوا لي. المهم بغيت نحط لكم كل شيء باش تهناو من الهيستولوجي. فنبداو هنا بالاكزيرسيس 4 اللي في لي تيسي اوزو بطبيعه الحال. فقال لك بورتي اون ليجوند كومبلي سور لا فيكور سي دي سي. اول سؤال هو يعني غدير لنا ليجوند غدير يعني هاد ليجوند اللي خاصين هاد يعني هذا وهذا. فبالنسبه الاول فبالنسبه لهنا هذه عندنا هي كانال دو هافير. ونشوفوا الثانيه الدراري هنايا، فهاد الثانيه فهي بطبيعه الحال فهي يعني فهي اوستيوبلاست، ولا كيقولوا لها واحد السميه اخر ما عقلتش عليها. المهم هذه اوستيوبلاست. المهم قال لك دو كيل تيب دو تيسي ساجيتيل، شنو هو النوع ديال هاد التيسي؟ فهو تيسي بطبيعه الحال اوسو، ولكن راه عندنا حتى بالنسبه لتيسي اوسو راه هو في الانواع، يعني فهذا تيسي اوسو كومباكت، يعني فالنوع ديالو هو تيسي اوسو كومباكت. شوفوا دابا ليكزيرسيس اللي مازال لينا. فدابا الدراري غنديروا واحد الغابيل تاع يعني التيسي موسكولار، نحاولوا نديروا الغابيل. بالنسبه للغابيل الدراري فهي هذه تيسي موسكولار غابيل ديالو، ها هو قراو هادشي اللي بغيتو تقراوه ديجا ان راه ديجا حطيتو ليكم. يعني الكومبوز تيسي موسكولار ليس فهو الانواع ديالو ها هما، يعني كما كتشوفوا فراه دايرين هنا الدرس وكلشي والتمارين. المهم راه شي بي دي اف يعني فيه كامل هادشي. نشوفوا اول اكزيرسيس ديالو، قال لك هنا ابروبو دي تيسي موسكولار واش هو اي توجور ليس، يعني واش تيسي موسكولار دائما كيكون ليس؟ لا بطبيعه الحال راه في انواع كيما شفتوا هنا. ها هو مثلا عند كومبوزي عندنا تيسي موسكولار ليس تيسي موسكولار تري سكيلوتيك، فهادي راه فوق بطبيعه الحال. اي كومبوزي برينسيبلمون اون ميو سيت كونترونون دي ميو ميو فيلامون، فهادي فغي يعني راه صحيحه. وبالنسبه للعنين هادو اللي بقاو لنا سي نيكزيست با او نيفو دي فيسي سانغوين و نو ريسيت با لي انفلوس نيرفو، فهادو خطا يعني كلهم فوق اف بي هي الصحيحه. فنشوفوا الدراري بالنسبه ليكزيرسيس الثاني ديال يعني تيسي موسكولير. فقال لك لا فوتوغرافي سي دي سي ايليستر لاستك هيستوغراف دان تيسي انيمال
المهم هاد لي كيسيون انا غنعطيكم يعني الجواب ديريكتومون لحقاش مابقاش الوقت، فغادي تحاولوا هاد لي كيسيون وتقيدوهم، وهنايا غيقول لك اعطيني لي ليجون ديال هاد ا اي بي بطبيعه الحال، وهاد البلاصه ديال السي، فهو يعني الجواب ديالو الدراري ها هو الكوريج ديالو، حاولوا تقيدوه. هنا في فيغ ماسكولير هي السي بطبيعه الحال، وهنا النويو، وهنا استخياتيسيون تي. المهم هذا هو الكوريج ديالو. فبالنسبه ليكزيرسيس 6 الدراري، فقال لك لا فوتوغرافي سي دو سي يليستر لاسبيكت هيستولوجيك دان تيسيو انيمال دو كيل تيسي ساجيتيل جوستيفيو فوت ريبونس، يعني شنو هو النوع هذا، اش من النوع ديال لي تيسي، و جوستيفيو فوت ريبونس يعني يعطيني واحد الريبونس باش نقتنع انه راه هاد التيسي قلتي سميتو راه صحيحه. فبالنسبه لهاد التيسيو الدراري فهو تيسي موسكولار استخيي كاردياك، هذا هو النوع ديالو كيفاش داير. و جوستيفيكاسيون يعني باش تقول لي جوستيفيكاسيون يعني باش تقنعو انه شنو فيه. فبالنسبه لفيه فيه يعني استخياسيون ترانسفيرسال، وفيه لي سيلول مونو نوكليي، فهذا هو يعني التعليل ديالو بطبيعه الحال. فهنا غنشوف واحد ليكزيرسيس 7 اللي قالك دريسي ان طابلو كومباراتيف اونتر لي تيسي كاردياك اي لي تيسي سكيليتي، يعني فهذا هو الطابلو الدراري، طابلو حاولوا تحفظوه مزيان راه غادي تلقاوه في لي زيكزام. فهذا هو يعني الكومباراتيف يعني ما بين لي تيسي موسكولار كاردياك و تيسي موسكولار سكوليتيك، يعني كاردياك و سكوليتيك في لي تيسي موسكولار، يعني في لي تيسي موسكولار فهادو هما الانواع ديالو يعني والمقارنه ديالو. فشي حاجه بسيطه الدراري، راه ان شاء الله الهيستولوجي فاليدي من نور. وبالنسبه للدراري بقى لنا اخر تيسي اللي هو هذا، وفي الاخير غندير واحد الطابلو اللي فيه كومباريزون ديال كاع لي سي يعني كاع لي تيسي. فبالنسبه للتيسي نيرفو الدراري كيما قلت لكم انه ما كيتحطش بزاف، يعني هو واحد التيسي اللي معقد، وفي حتى لي سيلول ديالو كيكونوا معقدين، يعني فهما كيما كتشوفوا هادو الشيء ديما ديجا درتوه في الكور، يعني حاولوا ترجعوا للكور لحقاش هاد يعني هاد التيسي ما كيتحطش بزاف. المهم ها هي واحد ليكزيرسيس هذا ايدونتيفي سيتي لو تيسي سي دو سي جوستيفيو فوت ريبونس، فغتقول ليه راه انه هذا راه تيسي يعني نيرفو، علاش؟ لانه في يعني حتى الخلايا ديالو معقده، في بزاف د الحوايج اللي كيبينوا انه لو تيسي نيرفو، فرجعوا يعني الجينيراليتي اللي حطيت لكم في الكور راه غتفهموه لحقاش هاد يعني هاد تيسي اصلا ما كيتحطش بزاف. المهم غنشوفوا واحد الطابلو اللي مهم حتى هو، واخر طابلو غيكون، وبون كوراج ان شاء الله. فهو هذا ليكزيرسيس سميه قال كومبليت لو طابلو سويفون، يعني هاد الطابلو عندنا يعني فاتي سي اي بي تي يوم شنو هما الانواع اللي فيه، شنو اللي فيه، شنو اللي ما فيهش. فبالنسبه لتي سي اي بي تي يوم كما كتشوفوا انه فيه غير ميكرو فيوليزيتي تي سو زو، ففيه بطبيعه الحال فيه بغدو كولاجين، وفيه كذلك اوسيوسيست، وعندنا كذلك ها هما يعني هاد الطابلو قدامكم، حاولوا تنقلوه وبون كوراج ان شاء الله. وبغيت هاد الفيديو بارطاجيوه ماكسيموم في كاع جروب بات تاع واتساب فيسبوك، المهم خاص بنادم كامل كاع اللي عنده ليكزام في شهر واحد ان شاء الله، في شهر جوج بونس ولا 20 في هذا الشهر. المهم الهيستولوجي خاصها تكون فاليدي، وكيفما شفتوا ان حطيت لكم لي كيسيون ديال جيولوجي ديال بيولوجي ديال الشيمي، يعني راه صعيبه باش نحط لكم لي موديل كاملين، يعني سبعه لي موديل نكملهم معكم كاملين. طبيعه الحال كيفما شفتوا انا كملنا البيولوجي، الجيولوجي بقات لنا شابيتر واحد، يعني حاولوا تشوفوها الا ما درتهاش معكم. الشيمي بطبيعه الحال حتى هو قولا كملناه، الفيزيك بطبيعه الحال كملناه، يعني شي حاجات المات راه درت لكم الدرس المهم اللي هو الماتريس. الا كفانا الوقت ان شاء الله وكنتو غدوزو شهر شهر جوج فيه النص بحال هكاك ولا 15 بحال هكاك، كيما دارت كازا انها غدوز ان شاء الله غيدوزو في جو بونس 11 في شهر جوج فيفري، يعني فراغ غادي يكون الوباق الوقت ان شاء الله، وندير لكم لي زيكزام كاع تاع لي موديل ولا لي طيديات اللي غادي يكونوا مهمين. المهم ما تنساوش بارطاج وبون كوراج ان شاء الله، والله يسر لكم كاملين.